فلوج المرض. مر عليكم حدا بيعمل السمفونية هاي؟ خلينا نبلش فيها فيديو اليوم. السلام عليكم. اليوم شوي تعبان عشان هيك ما راح اروح على الشغل، راح اروح على مكان ثاني، راح اخذكم معي. بسم الله. طبعا اليوم الجو كثير كثير حلو ما شاء الله، فحتى لو الواحد شوي مريض وتعبان غلط يضل في البيت، يطلع يتنفس، يشم هواء نقي، يشوف الطبيعة ويستمتع حتى يسرع الشفاء. يعني مع شوية اغراض بس اكيد ما ننسى كمية كبيرة من الكلينكس لانه راح نحتاجها اليوم. طبعا اكيد هذا الفلوج برعاية اللون الاحمر. يمكن شوي مبين على صوتي بس معلش. اليوم راح احكي لكم كيف نتعامل بشكل صحيح وسليم مع المرض ايا كان، وكيف احنا نسرع عملية الشفاء ونكون سبورتيف، نكون داعمين لاجسامنا وما نشتغل ضدها. طبعا اصدقائي الان وصلت للمكان اللي قلت لكم عنه، هو المدينة الرياضية. حبيت اليوم لاني مريض شوي وحاس حالي تعبان، مش ولا بد يعني انه بعرفش يعني مش ولا بد anyways انه اعمل رياضة زيادة شوي عن المعتاد عندي حتى انشط جسمي يتغلب على المرض اسرع. طبعا هاي طريقة يمكن انا بستخدمها احيانا مش دائما. هي مرة مدير الي في المانيا، لما كنت في المانيا من عدة سنوات، قال لي الانسان لما يمرض عنده it's wise to do one of two things، من الحكمة انك تفعل واحدة من شغلتين، يا اما بتلتزم 100% بتعليمات الطبيب، تقعد بتاخد سوائل شربات 100% يعني بتريح حالك على الاخر، او بتزيد النشاط اليومي المعتاد عندك، يعني تمشي عكس التيار حتى تقوي جسمك. في صحيح ناس كثير اليوم ما توقعت الاقي هذا العدد. يعني المفروض الناس شغلهم، فكرت حالي طالع يلا مش غلط. هلا اللي بتابعوني في سناب شات بيعرفوا انه انا بحب الركض، بحب المشي كثير. اليوم ما راح ابذل جهد كثير قوي لسبب انه لما يكون جسمك مريض بدك تتعامل معاه وكانه طفل صغير. لما يجي عليك ابنك ويقول لك بابا انا مريض، ما بتحكي له لا 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 انت مش مريض يلا جو 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 جو، لا لا طبعا. تاخذه شوي شوي، شو مالك، ايش وجعك، وين، طب شو رايك نطلع نمشي شوي، شو رايك نشرب عصير. نفس الشيء لما تتعامل مع جسمك لما يكون تعبان، بدك تتعامل معه كانه طفل صغير وانت الانسان الكبير الواعي اللي بتعرف مصلحته اكثر منه. فعشان هيك الهدف هو فقط تنشيط جهاز المناعه. راح امشي مشي سريع، ما راح اركض كثير حتى انه انا مش لابس يعني اواعي رياضه كامله، بس هيك طلعت اغير جو واتنفس قدر الامكان حتى اتخلص من التلوث واجدد الخلايا عندي في الجسم، اساعدها انها تتجدد. يعني ممكن من تنفس 5 دقائق او نص ساعه، يمكن هذه ما تكون كفايه بس هي كبدايه بتكون ممتازه. يلا يلا بينا. هيك خلاص بكفي. عملت تقريبا 3 لفات ونص، مش متاكد صراحه من طول اللفه، هي بين كيلو و2 كيلو، اتوقع اكثر من كيلومتر بشوي، يعني نقول عملت 4.5-5 كيلو تقريبا، يعني which is good لواحد مريض نتفه. وقفنا على إشارة. طبعا هلا بدي أروح أشتري شوية خضار هيك حتى أعمل مشروب سحري، راح أكشف لكم مكوناته السرية، فعلا رائع خصوصي بالحالات هاي. كل واحد شوية طاقته نازلة، يكون تعبان بيكون بحاجة ل energy boost، لمشروب طاقة، بس مش مشروبات الطاقة اللي بتسمعوا دعاياتها، لا مشروب طاقة طبيعي 100%. شوف وين بدي اصب السيارة وانزل اشتري خضار. شوف المنظر الجميل. السلام عليكم، يعطيك العافية، راجع لك شوي. السلام عليكم. السلام عليكم، يعطيك العافية.
والليمون. طبعا انا خلصت المشتريات ولا راح افوت على البيت اورجيكم كيف نعمل هذا المشروب السحري. يمكن ما صورت كل شيء، وصراحة انا مش كثير بعمل فلوجز، يعني ما بطلع هيك اصور بين الناس كثير، وبيجيني شعور ما بعرف هو صح او خطا انه الناس بتحسسوا لما يشوفوا كاميرا، فلسه الواحد بتعود شوي شوي. هلا اذا الموضوع عجبكم وحابين انه اعمل زياده فلوجز هيك على مواضيع تثقيفيه تنمويه ممتعه، خبروني حتى اتدرب اكثر على موضوع التصوير ان بوبليك بين الناس. اشتريت ليمون، مهم جدا اساسي. حاول الليمون الاخضر، انا بالبدايه ما لقيت كان اصفر، بس سالت البياع راح بحبش هيك تحت الاصفر طلع لي الاخضر. بقدونس، جرجير، خس، فلفل حلو اخضر، جرجير، خيار، ثوم. في اشي كثير 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 مهم الا وهو الزنجبيل. هلا بوريكم كيف راح نعملها. اصدقائي مهم جدا 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 نغسل هاي الاشياء منيح، واذا انت ما كنت متاكد من نظافتها حط مع المي ملح كمان لتعقيم زياده. انا عاده ما بحب اقطع العروق، يعني ما بحب اكبها، بس هلا عشان ينخلط بالعصير منيح هون بنركز على الورق، بس هاي ما بنكبها، ممكن نستخدمها باشياء ثانيه، ممكن بسلطه او بشيء ثاني. الاشياء الكبيره زي الخيار مثلا بنقطعها هيك لاجزاء صغيره عشان ما تاثر على الخلط، وما ما بعرف احيانا بسكر الخلاط فعشان يكون بالسليم. الزنجبيل بنغسله منيح، طبعا هو بتقشر زي البطاطا، بستخدم قشره البطاطا، ويفضل يكون كثير 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 شرائح رقيقة، فراح استخدم شفرة عشان يكون صغير يعني. هلا بالنهاية الشفرة هيك راح يطلع، اكيد راح اقطعه بالسكين، بس انه هو يعني شرائح. كمان الثوم يعني من نقشره ونحاول نقطعه انقطع صغيرة زي الزنجبيل قبل ما نحطه بالخلاط. هلا كل واحد حسب، انت بجوز مش متعود على الحر، يعني الثوم والزنجبيل بعطوا حرارة كبيرة، فهذا برجع لك، ممكن تحط سن واحد، ممكن ما تحط ثوم، ممكن ما تحط زنجبيل يعني، لكن هذا انا هيك بعمله. هلا بالنسبة للليمون انا راح استخدم واحدة خضراء وواحدة صفراء. مهم انك تغسله قبل ما تعصر الليمون، لانه راح نحط القشر كمان مع الخلطة كلياتها، يعني بنحط العصير وبعدين بنحط القشر نفسه بالخلطة. هذا طلع الليمون الاخضر مش كثير فيه مي، اذا بتشوفوا شوف هيك، يعني ما عاصر كثير، فمنيح اللي جبنا اصفر احتياط. يعني صحيح عملنا كركبه كبيره بالمطبخ، بس يعني ايش بنسوي، بنرتبها لبعد شوي. طبعا اصدقائي بدنا نتركه فتره منيحه بالخلاط حتى يتجانس كل المكونات. وانا نسيت احكي لكم انه مع الليمون ضروري نحط مي، يعني اذا كان الخليط ناشف ما راح يتحرك الخلاط، فبنزيد مع عصير الليمون مي كفايه حتى يبلش يتحرك. يعني تقريبا هيك صار جاهز. طبعا انا زدت مي، يعني بتضلك تزيد مي حتى يصير متجانس. هلا بدي اشوف شو طلع معنا، شو النتيجه، نذوقه سوا. كمان معه راح اكل خبز اسمر، واعتبر هذا فطوري لليوم. المشروب السحري طبعا شوي جامد، بس معلش يعني بتحركه انت ما لك، لان الاشياء الخضراء بتطلع لفوق عادة المي بتنزل. تعرفوا انتم انه عصير الفواكه اسمه كوكتيل. هلا هذا انا بسميه، لانه عصير خضار بسميه خضريل. سلام. مش بطال ماشي حلو. احيانا كنت احط رشة ملح صغيرة، بس عشان شوي اليوم تعبان ما بدي ملح بيزيد جفاف بالجسم، فما حطيت ملح، بس والله جميل. يعني لو تتعودوا عليه انتوا هيصير شيء معتاد، يعني اكيد يمكن مش كل يوم، بس بالاسبوع مرتين ثلاث كل شيء جدا رائع. طعمة الليمون واضحة، طعمة الزنجبيل مش كثير، توقعتها تكون اقوى، طعمة الثوم كمان واضحة. هلا الخيار والفلفل الحلو والنعناع والجرجير وهي كل الاشياء يعني تنخلط مع بعض وتعطيك طعمه جديده. جربوا كثير رائع. يعني بتمنى هذا الفيديو كان مفيد وقدمت فيه معلومات جديده او معلومات مفيده لكم. انا عاده ما بحب اشارك المرض،
يعني لا بنشر على فيسبوك ولا اي مكان انه والله انا مريض وشوفوني وانا تعبان هيك، لا. هذا هو الهدف من الفيديو اصلا، هو مش نشر المرض، ولكن اني اورجيكم انه الانسان قادر يتعامل مع اي حاله بمر فيها. يمكن من شخص لاخر احنا بنختلف، اجسامنا بتختلف، ولكن الفكر هو واحد. اذا انت بتتعامل مع جسمك على انه ولد صغير وانت المسؤول عنه، انت هم تقدر تتحكم فيه قدر المستطاع طبعا، حتى يخليك تعيش الحياه اللي انت بدك اياها او تستمتع بالحياه اكثر. طبعا هنا بدي اوجه رساله للاخوه والاخوات اللي بيشاركوا حالاتهم المرضيه على السوشيال ميديا. اي يا جماعه، لما انت تشارك هذه الحالات اونلاين مع الناس، انت هون قاعد بتجيب لحالك طاقه سلبيه. يعني لما تقول ادعوا له بالشفاء العاجل او انه على سرير الشفاء، اكيد ما في داعي نشارك هالامور، لانها بتجيب لنا طاقه سلبيه، بدنا نكون دايرين بالنا. شفتني وانا ميت. لما انا حكيت في البدايه انه بدك تتعامل مع جسمك انه ولد صغير، احرص انك ما تدلله كثير لما تمرض. يعني في حاله المرض لا تعطي جسمك دلال زايد عن اللزوم، والا انت هيك بتكون قاعد بتبرمج جسمك انه لما يمرض رح يلاقي دلال كبير ورح يلاقي اعتناء كبير. بصير ولا لما يتعب او انت ترهق نفسك بالشغل، خلص الرابط الذهني انه انا لازم امرض حتى ارتاح، فبتصير انت تتكرر الوعكات الصحية عندك وبتكرر مرضك، لانك برمجت نفسك انه لما امرض اعتناء وعناية فائقة. لا بالعكس، يعني انا حاولت اليوم انه اكل اكل صحي مثلا اكثر من الايام العادية، بس مش زيادة عن اللزوم، ومش اني ادلل حالي كثير. بتدلل حالك بعدين، يعني بعد ما تتعدى فترة المرض، هنا ممكن انت تبلش تشتغل على روتين صحي مناسب جديد في حياتك. بس ما تحاول تدخل هذا الروتين في فترة المرض، لا. ممكن انت تفكر فيها انه بدك تعبر بالمركب الى برا الامان حتى تتعافى، وبعدين بتدخل التغييرات على حياتك. واذا بتلاحظوا في بعض الناس صغار وكبار اتعودوا على المرض، لانه الاقارب اللي حواليهم الاهل بيعطوهم اهتمام كبير لما يمرض. فمعناته شو هذا الحكي؟ انه لازم اضل امرض عشان ماما تحبني، عشان بابا يحبني، عشان اولادي يجوا يزوروني. هنا بنعود احنا حالنا بشكل سلبي على المرض بقصد او بدون قصد، بس دائما زي ما بحكي لكم مهم الوعي واحنا بنتعامل مع هاي الامور. طيب اصدقائي، احنا في القناه قربنا على 10,000 قريبا ان شاء الله تعالى، وراح اعمل حلقه اسئله واجوبه خاصه لما نوصل ل 10,000، وراح نعمل السحب على $50. فاذا انت لسه ما اشتركت بالسحب، الرابط في صندوق الوصف، بامكانك تشارك، بس بتسجل اسمك وبياناتك وبتكون مؤهل معنا انك تربح $50 لما نوصل 10,000، ورح نوصلها ان شاء الله باذن الله تعالى قريبا. لهيك اصدقائي، اذا في عندكم اي اسئله حابين توجهوا لي اياها واجاوب عليها في الفيديو القادم اللي راح يكون عن الاسئله والاجوبه، اكتبوها في الكومنتس اسفل هذا الفيديو، وان شاء الله راح احاول اني اجاوب على اكبر قدر ممكن منها. ان شاء الله دائما تضلوا بصحه وسلامه وسعاده ومتعه وراحه. بشوفكم بالفيديو القادم، محبتي وتقديري. سعد يونس. Now that I'm free from all the chains you kept me.